اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع كابتن ياسر لبيب. كابتن، يمكن قبل الحوار كنا او قبل الفاصل كنا بنتكلم عن كره اليد، وليه كره اليد ماشيه كده؟ ايه الفكر، ايه البوينت اللي هنا اللي ميزت كره اليد من 30 سنه ومن 31 سنه؟ هو بص، لو جينا نتكلم من بدايه من التسعينات ابتدى الفكر يتوجه، يعني قبل الفتره اللي قبل كده كان معظمها المدربين مش على مستوى عالي. صحيح. يعني مدربين كويسين بس مش عاليين المستوى. صحيح. لكن لما ابتدينا الاول بدايه مع كابتن جمال وتشكيل المجموعه ديت، المنتخب ديت اللي هي كان فيها عناصر، يعني يمكن كنت انا اكبر واحد في المنتخب في الوقت ده، عندي 24 سنه. 24 سنه اكبر لعيب في المنتخب. الباقي كله تحت، اقل، ما بتكلم في 66 68 دول كانت المجموعه. بدا جه مستر تيدمان معانا في التسعينات، وكان معاه كابتن عاصم السعداني، وبدانا يبقى في تخطيط بقى ان انت بتلعب او بتطلع بره. اولا هو غير لك المنظومه وغير لك فكره الدوري، غير نظام الدوري. المسابقات لازم تتغير طبعا. تغير تماما. بدا يحطك في شكل قريب من شكل المسابقات الدوليه. تمام. ان انت بتلعب دورات مجمعه 3 4 ايام، كان اياميها تلعب 3 4 ايام وتريح يوم وهكذا. فابتدا هو يحط لك بلان للمنظومه بتاعه كره اليد، بيخطط او هو اللي بيخطط بالظبط. تمام. ومع الانديه غير التنفيذ. تمام. يعني هو كان قرار الشكل المسابقه تبقى كذا، احنا عايزين نفس. كذا معسكرات يوم كذا، توقف يوم كذا، كل حاجه حط بلان محطوطه. واحنا ماشيين عليها. اي حد عايز ينجح يعمل كده. بالظبط. هو ده اساس النجاح. صحيح. يعني ده اساس النجاح، كانت هي النقطه دي. ومشينا على هذا النظام، بين نطلع الاحتكاك كله مع منتخبات، ده اللي كنت نمره واحد. صح. يعني انا كان حلم ان انت تشوف مثلا ايرارد باندرليش في الثمانينات، لا انا رايح وبلعب قدامه، بمسكه وبزقه وبيزقني. بالظبط. هو انا كنت ينفع ازقه، هو اللي بيزق. لا وزق عادي. ابتديت بقى، لا خلاص انت ابتديت تلعب على المستوى دوت، ابتديت طبيعي بدنيا وفنيا ابتدينا نعلى. منتخب المانيا الشرقيه بتلعبوا ثالث عالم عادي، انت بتلعب معاهم في نفس المستوى. مش عايز اقول لك ان انا الفتره اللي قبل ديت احنا كنا بنلعب منتخب المانيا الشرقيه الناشئين، سوري الشباب، انت خسران منهم فرق 10 شوط الاولاني و10 شوط الثاني. طبعا ابتدينا اقل واجب. لا ده انت ابتديت بقى تلعب منتخب المانيا الشرقيه راس براس، تطلع معاهم فرق 3 بالعافيه، يعني هم يكسبوك فرق 3 بالعافيه، تخطف منهم ماتشات. اتجرأنا. بالظبط. فابتديت بقى خلاص انت ما بقاش في فرق. ابتديت في فتره السنوات دي ابتديت ما بقاش في فرق. ابتديت رحت ببطوله العالم، حققت المركز ال 12، كان الجزائر بعد كده على طول تطلع اخير. كنت انت اول فرقه تاخد المركز دوت. ابتدى يزيد عدد الفرق اللي بتخش من افريقيا. تمام. فانت اول واحد، يعني يمكن المنتخب المصري اتاح الفرصه لمشاركه عدد اكبر من الفرق الافريقيه. صحيح. والجميل ان اللي بيجي بيمشي على نفس السياسه، يعني انتوا زرعتوا ده. بنكمل بقى، كله بيكمل. للاسف لغايه دلوقتي هنلاقي منتخبات الطايره، مثلا الطايره، السله، بلاش القدم بيلعبوا منتخبات، بيروحوا يلعبوا انديه في اوروبا، يعني ما بيلعبوش حتى، يعني مثلا ما شفتش منتخب مصر يلعب منتخب فرنسا ماتش ودي، ما شفتش ده. انتوا في اليد على طول بتشوفوا. لا خلاص، انت بيجيلك دعوات. بتجيلك الدعوه بالاسم، انا عايزك الدوره الفلانيه. بالظبط. انا ما شفتش منتخب مصر مثلا في الكره الطايره بيلعب مثلا منتخب مثلا نقول البرازيل ماتش ودي، ما بشوفش ده. بس الحقيقه في اليد بنشوفه. طيب،